وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعي أخيه فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لدى مغادرته البلاد صباح اليوم بعد زيارة أخوية لمملكة البحرين. التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما حضر خلالها حفل افتتاح منتدى حوار المنامة في نسخته 11. كما كان في وداع فخامة الرئيس المصري سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين وسعادة السفير المصري لدى مملكة البحرين.